Bonjour, monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Nous joignons aujourd'hui l'Union européenne au Maroc et aux Nations unies pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le trafic d'êtres humains. Et nous le faisons à travers de la campagne Cœur bleu qui est promue par les Nations unies. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour sensibiliser et encourager l'opinion publique et aussi chacun d'entre nous à niveau personnel dans ces crimes abominables qui est le trafic d'êtres humains. Et nous saluons les efforts énormes et la détermination que le Maroc est en train de mettre en marche pour lutter contre ces crimes, avec des progrès très importants lors des dernières années, à travers l'adoption d'une loi, à travers la mise en marche d'une commission, à travers la mise en marche d'une stratégie. L'Union européenne et le Maroc, en coopération aussi avec les Nations unies, coopèrent énormément et ont coopéré lors des dernières années. Et nous, aujourd'hui, je profite de cette occasion pour réaffirmer notre détermination de continuer à travailler dans ces partenariats étroitement avec le Maroc pour lutter contre ces crimes abominables. Le لقاء اليوم يأتي في سياق الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاحتجاب البشر الذي يصادف شهر 7 من كل سنة، وأيضا في إطار تخليد ذكرى 75 لإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقاء اليوم فرصة يعني في إطار تنزيل بعض التوصيات المعتمدة في الخطة الوطنية للوقاية من الاحتجاب البشر، خاصة على مستوى مجال التحسيس والتواصل. وقد تم خلال هذا السنة اختيار شعار الفن كقوة ناعمة للتحسيس بخطورة ظاهرة الاحتجاب البشر، وأيضا الدور الهام الذي يلعبه الفن يعني في إخراج كل ما هو إنساني الوجود. وكما قلت، هذه المناسبة ستكون فرصة لإتاحة المجال لفنانين ومسرحيين للإبداع في هذا المجال من خلال يعني عرض واحد المجموعة من الروبورتاجات وأفلام قصيرة مسجلة في أفق إن شاء الله الاشتغال على واحد المسرحية سيتم عرضها على المستوى الوطني. وأيضا سيكون فرصة من خلال عرض بعض الفنانين لمجموعة من اللوحات تعبر يعني عن الموضوع ديال ضحايا الاحتجاب البشر من زوايا مختلفة. وكما قلت، اختيار الفن يأتي في إطار واحد التوجه عالمي معتمد في مجال الوقاية من الجريمة من خلال اعتماد واحد مجموعة من نهج قائمة على الفن، الثقافة، التعليم، الرياضة كمداخل يعني أساسية يمكن اعتمادها يعني في حل العديد من الظواهر الإجرامية، خاصة وأن الممارسة كشفت أن المقاربة الزجرية لوحدها غير كافية، يعني لابد من اعتماد نهج شامل يعتمد واحد مجموعة من المداخل والمرجعيات. وأكيد أنه التعليم والثقافة والفن والرياضة هي نهج يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد. وحنا شفنا غير في فترة ديال المونديال يعني عدد السجناء انقص بواحد 1000 سجين، يعني كان يعني واحد الجو ديال الاقتحام ديال المغاربه، ويعني واحد الفرحه وواحد كذا. اذا كما قلت، هذه النهوج هي الان تعتبر من بين المداخل الاساسيه التي يمكن من خلالها الوقايه من الجريمه، خاصه لدى فئه ديال الشباب. What?